بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في كورس جديد لنا. هنتكلم في الكورس ده عن أهم الحاجات اللي بتمنعني إن إزاي أطور من نفسي، إزاي أتحرك من ليفل 0 تو ليفل 1، إزاي أتحرك من ليفل 1 تو ليفل 2. أول مبدأ هتكلم عنه النهاردة هو إنه دايما في أفضل. لازم كده تبقى عارف إن دايما في أفضل، مهما عملت كود ومهما كتبت فانكشن أنت شايفها إن هي مفيش أحسن منها، وإنك خلاص كده يعني عملت المستحيل، ومين هيروح مايكروسوفت ناو وكل الكلام الحلو ده، بس الحقيقة ان دايما في افضل. انت نفسك لو ركزت شوية وبصيت للفانكشن بتاعتك او الكود بتاعك او الاستيتمنتس اللي انت كاتبها، هتبدأ تعدل، هتبدأ تقول لا انا كان ممكن اعمل كذا، كان ممكن اعمل كذا، انا ممكن اوفر هنا في الرامات، انا ممكن اخلي البتاع البروسيسور او الكومبايلر يبقى اسرع شوية، انا ممكن اعمل كذا. كل الحاجات دي هنتكلم فيها في الفيديو ده، فيلا بينا. الكود اللي قدامي ده بكل بساطة عندنا فانكشن اسمها ماي فانكشن، بتاخد تو انتجرز اكس وواي، وبكل بساطة بترجع أكبر واحد فيهم. يعني في اف كونديشن هنا بتشوف لو الاكس أكبر من واي بخلي ال variable اللي هو اكس في ماكسيمم، أو في ال variable اللي هو اسمه ماكس، وبعدين لو ما كانتش اكس أكبر من واي خلاص يبقى واي هي اللي أكبر، فهخلي ال variable اللي هو واي في ماكس وبريتيرن الماكس. وهنا في المين كل اللي أنا بعمله إن أنا بتست كده بتو variables اكس وواي 3 و5 وبطبع أكبر واحد فيهم. لو جينا شغلنا البروجكت بكل بساطة، البروجكت شغال مفيهوش أي مشكلة، الماكس هيكون 5 اللي هو واي حاليا اهو. يعني انا دلوقتي الكود بتاعي بيعمل المطلوب منه بالظبط، الفانكشن بتجيب اكبر واحد بكل بساطه. بل هل بس هل ده هل ده احسن حاجه ممكن اعملها؟ يعني هل كده انا خلاص كده ما الكود بتاعي ده مش محتاج تحسين؟ هل ده اعلى مستوى ممكن اوصل له؟ الحقيقه لا. اول حاجه لازم تسال عليها نفسك، اول حاجه لازم تبص عليها النيمينج بتاعك، التسميه، انك ازاي تسمي الفاريبل او الفانكشن الاسماء اللي هي بتكسبريس او بتعبر عن الحاجه اللي بتعملها ازاي. دلوقتي ماي فانكشن دي، انا لو شفت ماي فانكشن كده هنا في الكود من غير ما اشوف الكود ده، انا ايه عرفني ماي فانكشن دي بتعمل ايه؟ يعني انا محتاج اروح اشوف الفانكشن دي الكود بتاعها شغال ازاي عشان اعرف الفانكشن دي بتعمل ايه. ليه؟ لان الاسم بتاعها معبرش عن اي حاجه ليها علاقه بالفانكشن. طيب انا عارف ان الفانكشن دي بترجع اكبر رقم من 2 انتجرز، فانا ممكن بكل بساطه اسميها جيت ماكس. جيت ماكس انا فهمت ان هي هتجيب اكبر واحد من الاتنين دول، يعني انا فهمت كده من جيت ماكس دي ان هي هتجيب اكبر واحد من الاتنين دول، بس برضو انا يعني محتاج اقف على الفانكشن دي عشان ابدا اعرف هي بتاخد اي داتا تايبس، انتجر ولا فلوتس ولا دبل ولا اي داتا تايبس. يعني لو وقفت عليها دلوقتي هتقول لي هي انتجر ماكس وجيت ماكس وبتاخد تو انتجرز اكس وواي. طيب في حاجه تانية انا اقدر اضيفها في الاسم بتاع الفانكشن. ايوه انا دلوقتي ممكن احدد دلوقتي انها بتجيت ماكس فروم تو انتجرز. كده بكل بساطة أنا من غير ما أدخل في التفاصيل، من غير ما أدخل في تفاصيل الفانكشن، أنا قريت اسمها بس جيت ماكس فروم جيت ماكس فروم تو انتجرز. يعني أنا بكل بساطة أنا عرفت الفانكشن دي بتعمل إيه، بتاخد 2 انتجرز وبترجع أكبر واحد فيهم. طيب أول حاجة دي أول حاجة لازم أركز فيها الفانكشن بتاعتي اسمها إيه وبتعمل إيه. المتغير اللي هو إكس وواي ده ممكن أسميهم إكس وواي أو ممكن أخليهم نمبر 1 نمبر 2. طيب في مشكلة تانية، الفاريبل اللي هو ماكس ده انا ايه لازمته في الكود عندي؟ انا بخزن فيه الماكس وبعدين بعمل له ريتيرن. طب ما انا ممكن استغنى عنه، وفي الحالة دي هبدأ اوفر الفاريبل اللي هو انتجر اللي هو 4 بايت، فانا هبدأ اوفر 4 بايت من الفانكشن دي لما اشيل الفاريبل اللي هو ماكس. ازاي؟ لو اكس اكبر من واي انا هريتيرن اكس، else هريتيرن واي. كده الفانكشن شغاله بنفس اللوجيك وبنفس البيزنس نيد بدون الفاريبل اللي هو اكس. يبقى انا دلوقتي حسنت اول حاجه اسم الفانكشن لازم يكون بيعبر او بيكسبريس عن الحاجه اللي هو الفانكشن اللي هي بتعملها. تاني حاجه وفرت في فاريبل انا كنت عامله ومش محتاجه، فاريبل كان متضاف كده وفرت المساحه منه. كده بيفرق معايا لو الجهاز اللي بيشغل الفانكشن دي المساحه بتاعته، طبعا هو الفاريبل مش هيفرق معايا دلوقتي، لكن في سيستم كبير لما بتبقى متعود انت اصلا بتعمل الفاريبلز وتنساها وبتاع، فانت بتحجز مساحه كبيره جدا من الرامات للابلكيشن، فانت لما تاخد بالك اصلا الفاريبلز انت محتاجها
بالظبط تتعامل معاها ببخل كده، ان انت ما تعرفش اي حاجه الا لو فعلا محتاجها. طيب هل حتى الان انا راضي برضو عن الـ عن البرفورمانس او اللوجيك بتاع الفانكشن دي؟ في ما فيش احسن من كده الحقيقه، في احسن من كده. يعني هو يعني شبه الكلام ده شويه. في حاجه اسمها كونديشنال اوبريتورز، كونديشنال اوبريتور اللي هو انت على طول بتريتيرن لو اكس اكبر من واي. بص الحركه دي، لو اكس اكبر من واي، بين قوسين كده، لو اكس اكبر من واي انا هريتيرن اكس. طب لا، لو اكس مش اكبر من واي انا هريتيرن واي. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه كونديشنال اوبريتور، بتديني كونديشن كده، بتديني كونديشن هنا، لو الكلام ده بترو بريتيرن اول فاليو، لو الكلام ده بفولس بريتيرن تاني فاليو، وبيفصل ما بينهم كولوم، وبيفصل ما بينهم كول. الحاجة الشال الكلام ده اسمه conditional operator. طيب بكل بساطة انا هريتيرن لو اكس اكبر من واي هريتيرن اكس، لو ما كانش اكبر من واي هريتيرن واي. طب هل هي لسه شغالة وبتطبع خمسة؟ لسه شغالة وبتطبع خمسة. فلو انت لسه فاكر الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن دي قبل ما نشغل الفيديو او في اول فيديو، لو رحنا نقارن ما بينهم هتلاقي فرق جامد جدا. هتحس ان انت بدأت ايه، بدأت تتحسن، بدأت ان انت لازم تبص للكود بتاعك ان ده مش احسن حاجة، ده اكيد في احسن من كده. بص للكود بتاعك كده وحاول تطلع حاجة ممكن تتحسن، حاول تطلع غلطة كده، حاول تحسن من الكود، حاول تنظف الكود. هتلاقي نفسك كل مرة انت بتفتح الفانكشن او بتفتح الكود بتاعك بتكتب كود احسن من اللي قبله. بس لازم تبص للكود بتاعك كأن ايه، مش انت اللي كاتب الكود. لان انت لو خدت العظمة اللي هي انا عامل الكود والكود بتاعي احسن حاجة وما فيهوش اي غلطة وبتاع، من اول مرة من اول ما الكود اشتغل انت مش هتبدأ تحسن في الكود تاني، مش هتبدأ تبص ان في احسن. لكن لو بصيت للكود بتاعك اللي هو كأنه مش انت اللي كاتبه، بصيت كده بنظرة انتقاد اللي هو في احسن من كده، طب في اخطاء، طب الفانكشن فعلا اسمها بيعبر عن هي بتعمل ايه، طب اللوجيك بتاعها مكتوب كويس، طب في فاريبلز زيادة انا مش محتاجها. كل الكلام ده او كل الاسئلة دي لما تبدأ تسألها لنفسك هتحس ان انت فعلا بتتطور، هتحس ان انت فعلا بتغير من نفسك وبتتقدم في البروجرامينج تراك. وقبل ما اقول لكم السلام عليكم، عايزين نعمل لايك وسبسكرايب عشان نقدر نكمل في الكورس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.